الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم هنا بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تأينا القيام بحملة حول مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية لموسم 2021. وفي هذا الإطار تأينا أيضا تقديم بعض التوضيحات حول ما نشر من مغالطات حول توظيف هذه الأطر والسن كذلك، ومجموعة من الملاحظات وتوضيح للرأي العام. ارتئينا القيام بهذه الندوة الصحفية لتوضيح بعض المغالطات أو توضيح بعض الشروط الخاصة بالمباراة التي ستقام يوم 11 جنبير 2021. في هذا الإطار كذلك كاين مجموعة مستجدات تتعلق بالسن وكذلك بجودة التربية والتكوين، خاصة وأن وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي هو كان رئيسا للجنة النموذج التنموي، وبالتالي هناك مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بمنظومات التربية والتكوين والجودة التي يسعى لها الجميع من أجل الرقي وكذلك يعني تحسين ترتيب المغرب ضمن يعني المحافل الدولية، خاصة أن الرهان إلى يعني إعطاء رقم 60 حسب الترتيب الدولي الذي يصدروا مجموعة من التقارير حول جودة التعليم بالمغرب. إذا من أجل تحقيق هذا النهوض والتنمية قطاع التربية والتكوين، بالمناسبة نشكر الجميع على تلبية الدعوة لهذا اللقاء، وكذلك هذا دليل على يعني الاهتمام الكبير للشارع أو مجموعة من المواطنين بهذا الموضوع. بالنسبة لمباراة التوظيف أو توظيف الأطر النظامية الأكاديمية، هناك مجموعة من ما هو أساتذة وكذلك الأطر الدعم الإداري والمختبرات وكذلك الدعم الاجتماعي، وهو الجديد في منظومة التربية والتكوين. كانت أول فوج السنة الماضية، الآن هو الفوج الثاني، والجديد في هذا الفوج هما الأطر الخاصة بالمختبرات، وهذا دليل على حرص الوزارة على توفير جميع الشروط من أجل الرقي وجودة التربية والتكوين داخل المؤسسات التعليمية. طبيعة الحال هناك بعض المستجدات تتعلق بالسن القانونية أو السن المباراة، هي مباراة طبيعة الحال لديها مجموعة من الشروط، خاصة أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية يتحدث على سن بين 18 و40 سنة، وبالتالي ليس محددا كأقصى سن هو 40 سنة، لكن من كمباراة يمكن إدخال مجموعة من الشروط إذا دعت الضرورة إلى ذلك. بطبيعة الحال الآن في طور مسك الطلبات المتعلقة بالمترشحين المرتقبين خلال هذه الدورة. هناك مجموعة من الطلبات تم يعني الموافقة عليها، وهناك في انتظار 4 جنبير اللي هو آخر أجل لإيداع ملفات المترشحات والمترشحين، ونرجو التوفيق للجميع إذا أردنا الخير لهذا الوطن. طبيعة الحال هناك مواضيع أو مجالات تقنية، ارتأينا حضور رئيس المركز الإقليمي للامتحانات خاصة، وهو المكلف بتتبع مختلف مراحل المباراة من مسك الملفات إلى غاية المباراة ثم تصحيح وإلى الشفوي ثم الإعلان عن النتائج النهائية. إن شاء الله نرجو التوفيق للجميع حسب آخر ما توصلنا به المناصب المحتملة لدينا بإقليم الناظور. هناك مجموعة من المواد وهناك كذلك مجموعة من الأطر الدعم بشتى أنواعها. طبيعة الحال هذه الأرقام هي رهن إشارتكم. كذلك ما يتعلق بمستقبل
المترشحين فهم طلبة بمراكز تكوين، سيكونون طلبة بمراكز تكوين في انتظار استكمال التكوين والتخرج ليصبحوا أساتذة جاهزين لدخول الأقسام. ورغم التكوينات التي سيتلقونها إلا أن التكوين الميداني يكون هو أساس الخبرة لدى جميع الأستاذات والأساتذة، لذلك فهم يحتاجون إلى وقت أطول ليتمكنوا من يعني معرفة مختلف يعني الأمور التي تتعلق بتدبير الأقسام ومختلف المستويات. الآن هذا كبداية لهذا اللقاء، رح نوره الإشارة إذا كان هناك توضيح يمكن أن نقدمه في هذا الإطار. شكرا جزيلا السيدة المديرة. بداية أرحب بالإخوة ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية في هذا اللقاء الذي يندرج في سياق الإعداد والإجراءات المرتبطة بمباراة تضيف أطر النظام ديال الأكاديمية الجهوية للتنمية والتكوين لجهة الشرق. هذه المباراة كما جاء في مداخلة السيدة المديرة اللي هي مباراة الانتقاء، مجموعة من المترشحين اللي كيمروا مجموعة العمليات، انتقاء ثم امتحان كتابي ثم امتحان شفوي، كيأهلهم لواحد المرحلة تكوينية اللي غتمتد مدة أدناها 7 أشهر في هذا الموسم الدراسي، ثم مرحلة تكوينية ثانية أو استكمال التكوين اللي غيكون في مقرات العمل مع مصاحبة ميدانية من طرف الأطر الخاصة بالمديرية والأكاديمية. هذه المباراة تتم تحت إشراف لجنة جهوية، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الأكاديمية، وعلى المستوى الإقليمي لجنة إقليمية للإشراف على المباراة تترأسها بطبيعة الحال السيدة المديرة الإقليمية. الجانب التقني، نحن الآن في المرحلة ديال إيداع الملفات التي ستمتد من 20 إلى 4 دجنبير، من 20 نوفمبر إلى 4 دجنبير. خلال هذه العملية تتم إيداع الملفات من طرف مترشحين على المنصة، وهذه التجربة اللي كنخوضوها وطنيا للسنة الثانية. مركز الإقليمي الامتحانات واللجنة الإقليمية للمصادقة تقوم بمراقبة الملفات المحملة على منصة التوظيف والتأكد من الشروط النظامية ومن الوثائق، وفي نفس السياق تدليل الصعوبات التقنية التي قد تعترض المترشحين لهذه المباراة، سواء بالاتصال بالهاتف سواء باستقبال الإيرون في المكاتب على مستوى المديرية. إذا الملفات ستستمر من 20 إلى 4 نوفمبر، وبالتزامن معها تتم العملية المصادقة على الملفات التي ستنتهي 5 دجنبير إن شاء الله. على مستوى الأعداد، هذه السنة المناصب المخصصة لمديرية الناظور في الابتدائي 105 مزدوج جوج أمازيغية، في الثانوي 63 بجميع التخصصات كما هو وارد في إعلان السيد مدير الأكاديمية، ثم في أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي اللي تحدثت عليهم السيدة المديرة، الملحقون التربويون في تخصص الحراسة 5، في تخصص محضري المختبرات 6، ثم ملحق الاقتصاد والإدارة 11 المترشح إن شاء الله، ثم الملحقون الاجتماعيون 5. بعد العملية المصادقة على الملفات تأتي العملية ديال الانتقاء، وهو الجديد اللي كاين هذه السنة، وهو إن لم يكن جديدا لأن كان من قبل. هذه السنة كتكون عملية انتقاء الملفات المترشحين بناء على إعفاء حاملي الإجازة في التربية والإجازة في المسالك الجامعية في التربية، هادو يعفون من عملية الانتقاء لأنهم الدراسة الأكاديمية ديالهم هي في مجال التربية موضوع المباراة، ثم الباقي تخضع الانتقاء بناء على الميزة في البكالوريا، ثم الميزة في الإجازة، ثم عدد سنوات الحصول على شهادة الإجازة. هذه 3 المعايير اللي كتعطينا نوع من التمييز الأكاديمي للمترشحين. بعد الانتقاء كتجي المباراة الشق الكتابي اللي غيتم إن شاء الله يوم 11 دجنبير 2021، بتحديد مراكز الإجراء على صعيد المديرية، رؤساء مراكز الإجراء بنفس المواصفات التي تتم بها جميع الامتحانات والمباريات الوطنية، من ترقيم سري، من مراقبة جودة الإجراء بمراكز الإجراء، مراكز التصحيح، من لجان ذات كفاءة في الإشراف على انتقاء الشق الشفوي للمترشحين وغيرها من العمليات.
عملية تصحيح الاختبارات الكتابية والإجازات الكتابية للمترشحين تستمر من 12 إلى 18 بجانبير 2021، حيث ستنعقد المداولات مباشرة بعد هذه العملية أي 19 بجانبير 2021، تليها الإعلان عن الناجحين في الاختبارات الكتابية يوم 20 بجانبير. هذا الإعلان اللي كيكون على مستوى المديرية وعلى مستوى منصة الخاصة بالتوظيف، من بينها موقع الأكاديمية، صفحات المديريات وغيرها من وسائط التواصل. الشفوي غتحدد له موعد من 23 إلى 30 جانفي ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للمقبولين والذين كما أسلفت سيجتازون مرحلة تكوينية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، ثم مرحلة استكمال التكوين والتدريب بمقرات العمل خلال الموسم الدراسي المقبل. هذا باختصار شديد الجانب التقني والعملي للمباراة التوظيف، ونحن رغم الإشارة إلى كانت شي توضيحات إضافية. تحية لكل الحاضرين معنا، هي خاصة السيدة المديرة الإقليمية. طبعا الجانب التقني ربما لم يثير الكثير من الجدل، لم يثير الجدل ربما إطلاقا، لكن الذي أثار الجدل هي مجموعة من الشروط الجديدة اللي ظهرت لأول مرة. ولكن تحديدا السيدة المديرة نطرح عليك السؤال، تحديدا شرط السن السيدة المديرة كان في السابق ربما سنة في التسعينات الحاصل على البكالوريا بإمكانه أن يلي مهنة التعليم، ولكن لم يكن يثير الجدل. حاليا أثر الجدل بشكل يعني بشكل كبير، ولكن أهمية هذا الشرط تحديد السن، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أعطى توضيحا ربما يعني قلل من حجم الاحتقان بخصوص هذا الشرط. هذا بالنسبة لك السيدة المديرة، فين كتجلى أهمية تحديد شرط السن في 30 سنة؟ احنا كنتكلموا على مهنة التعليم، مهنة متاعب، مهنة تستوجب قدرات بدنية عالية، مهنة تستوجب حضور يعني كفايات معرفية مستجدة، والأساس أنها تكون يعني واحد مسيرة علمية ليست بالطويل. نورمال في الواقع أن الطالب يتخرج من الجامعة، تنتكلموا على التوظيف سن متقدمة مثلا فوق 30 أو 40، يعني المدة بين تخرج ديالي من الجامعة وبين مباراة تتعلق بالتعليم فهي مدة طويلة جدا، يعني حتى المعلومات المعرفية أو المهارات المعرفية يعني تحتاج إلى تطوير أكثر. بالنسبة لمترشح عنده 30 سنة يعني آخر، هنا يتكلم السيد الرئيس مركز نصف سنوات الحصول على الإجازة، يعني هنا كنتكلموا على البكالوريا وبعد البكالوريا والمدة التي حصل عليها على الإجازة. هنا مهم جدا لأن كيف كنقولوا أن التلميذ مطالب بالدراسة والحصول على معدلات عالية، إذا في البكالوريا كذلك التلميذ يكون مجتهدا كيطلع الجامعة كذلك يواصل اجتهاده ويحصل على شهادة جامعية متفوق فيها. إذا هذا هو يعني ما هو أو الحاجة ليه مليحة باش التلميذ يعطي مثال جيد داك التلميذ اللي غادي يدرسو هاد الأستاذ، يعني التلميذ ناجح من مساره الدراسي وكيوصل هو ناجح كيعطي مثال إيجابي داك التلميذ اللي غادي يكون عنده في نفس المرحلة. يعني هذا هو من بين الأمور اللي خصنا نحببوها وخصنا نذكروا بأن فيما مضى كان يطالب يعني السن، يطلب السن كان 23 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذلك بالنسبة للأساتذة الإعدادي والثانوي فكان أعتقد يمكن 26 أو 28 سنة اللي كان يعني من الشروط الولوج لهذه المهنة. كيف قلنا من الشروط اللي عندنا هنايا كذلك القدرة البدنية، لأن أستاذ داخل الفصل يجب أن يكون
على استعداد للوقوف مدة طويلة داخل القسم. كذلك بالنسبة لمجموعة ديال الأمور الشكلية فهي تراعى في الشفوي، لذلك فيتقدم المترشح لمعرفة مجموعة الأمور اللي هي طبيعية جدا، نطق الحروف، يعني السمع جيد، الطريقة ديال الإلقاء، يعني هذه شروط موضوعية يجب أن تكون في المترشح حتى يلجأ إلى مهنة التدريس. هذه مجموعة ديال الأمور جاءت بناء على مجموعة تقارير وطنية وكذلك تقارير دولية بالنسبة لمجموعة ديال الدراسات اللي دارت داخل حجرات تعليمية هنا في المؤسسة التعليمية ديالنا. سيدة المديرة، أكيد جات كيد الوزير بصفته أنه كان هو المشرف على النموذج التنموي الجديد، ديال واحد داير واحد الدياغنوستيك اللي هو مهم جدا، ولكن نتوما من موقعكم واش ما كتشوفوش انه الشروط التعجيزيه اللي سموها الاخوه حاملي اجازات اللي كانوا مقبلين على اجتياز المباراه، اولا الميزه في البكالوريا وربطوها بالميزه كذلك في الاجازه، وحنا من خلال التجربه كيكون بنادم ربما غير متفوق في البكالوريا غير كيدوز بالعشرة، ولكن يتحول 180 درجة في الإجازة ويتحصل على ميزات كبيرة بزاف. هذا واش إقصاء لمبدأ تكافؤ الفرص بالواضح؟ أنتم من موقعكم شنو أكيد كانت عندكم مراسلات، كان عندكم اتصال، شنو هي الرسالة ديالكم للوزارة؟ بالنسبة للإقصاء، هذه الكلمة هي في الحقيقة غير ماشي صحيحة. الإقصاء هنا ما عنده حتى شي مكان. علاش؟ لأن هي مباراة وفيها مجموعة الشروط، وبالنسبة للوزارة التربية الوطنية هي كدير واحد المجموعة ديال الدراسات كتخرج بالنتائج، ودوك النتائج على ضوئها كيداروا هذا النوع ديال الشروط من أجل انتقاء أحسن مكاين، يعني شي أحسن مكاين، يعني اللي كيتوفر على الشروط الأساسية باش نحقق هذا النموذج التنموي المنشود. لأن هاد الدراسة اللي تكلمتوا عليها اللي هو برنامج يعني كان وطني كبير وكان عنده واحد القرارات اللي هي مهمة جدا وترفعت بعد دراسة، راه كانوا لقاءات مع التلاميذ، لقاءات مع الآباء، لقاءات مع الأكاديميين، لقاءات مع الأطر الإدارية، لقاءات شملت مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية. إذا هذه كانت نتيجة وخرجوا واحد المجموعة ديال التوصيات، والآن كانت بين التوصيات هي بالنسبة للمباراة ديال توظيف الأطر النظامية للأكاديمية. اذا هادشي ما خصوش يفاجئنا، لان الا كان نقلبوا على واحد الجوده مستقبلا في المؤسسه التعليميه، اذا ضروره ان يكون بدايه تكون صحيحه. بالنسبه للوزاره التربيه الوطنيه هي وحده بين مجموعه ديال القطاعات اللي خصها اللي كتوفر فرص شغل يعني للشباب، ماشي غير وزارة التربية الوطنية، كاين حتى المبادرات الشخصية، كاين حتى مشروع انطلاقة، كاين مجموعة الأوراش اللي كتلقاها الحكومة وهي متواجدة الآن. إذا بالنسبة لوزارة التربية الوطنية وضعت واحد الشروط، لأن هي مطالبة بالجودة، مطالبة بالرقي بهذه المنظومة، مطالبة يكون عندها عنصر بشري كيحتاج واحد المدة تكوين، كاين ما هو نظري في المراكز وكاين ما هو يعني عملي تطبيقي، لان باش كتلقى استاذ جاهز بواحد الشكل كبير مع هاد الانتظارات اللي كتنتظرنا هنايا يعني على المستوى الوطني، فكيحتاج واحد المده يعني لا تقل مثلا عن 5 سنوات باش كيوصل عندنا استاذ يتوفر ولا يتملك مجموعه من الكفايات باش يعطينا الجوده المطلوبه داخل القسم. يعني بالنسبة لكلمة الإقصاء فهي واحد المصطلح اللي هو في الحقيقة مرفوض، لأن حنايا في واحد الوضع
مطالبين به بالجودة. كان مسألة ديال الإقصاء غير واردة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم. ما غير باش ما نفهموش هاد العملية هذه بأن فيها نوع من الإقصاء بناء على المثال اللي عطانا السي مراد. إلا كانت الميزة ديال البكالوريا مقبول مثلا والميزة ديال الإجازة حسن، فهادو الثلاثة هاد العناصر الثلاثة كيتخاطو من المعيد، ماشي يعني كناخدو البكالوريا كنقصيو صحاب مقبول وعاد ندوزو مثلا الإجازة. إذا كل معيار من هاد المعايير غيكون عنده واحد المعامل من المعاملات اللي كتجمع اللي كتأهلنا كتعطينا. يعني ممكن واحد يجيب مقبول في البكالوريا وجاب في الإجازة حسن جدا يعني 16 ولا عنده الإمكانية أنه يدوز؟ بطبيعة الحال حنا جميع المترشحين عندهم الإمكانية، من جميع المترشحين اللي تقدموا واللي صرفنا لهم على الملفات ديالهم فهم مؤهلين لهذ المبارزة. كيبقى الترتيب ديالهم اللي غيتم بناء على هاد العناصر التمييز اللي هضرنا عليها ثلاثة: ميزة البكالوريا بالمعامل ديالها، ميزة الإجازة بالمعامل ديالها، عدد سنوات الدراسة في سلك الإجازة بالمعامل ديالها. كيتجمعوا هادو كيترتبوا لنا المترشحين، يمكن ما نوصلوش كاع داك الرقم اللي وصلنا، يمكن نتجاوزوه، هذه حوايج تقنية اللي غتجي من بعد استكمال عملية الترشيح. لحد الآن متقاسم معكم بعض المعطيات الإحصائية مثلا، ففي الابتدائي عندنا 447 طلب اللي راه في الموقع، فيها اللي استكملوا اذا عملوا في الترشيح، لان هذه حتى ينشرحوها باش حتى الاخوان اللي مقبلين على المباراه يفهموها. اذا المترشح فاش كيدخل اول حاجه كيعمر المعطيات ديالو، التسجيل، هذه عمليه التسجيل، بعد الحفظ يسمى الطلب مسجلا، بعد منها بعد اتمام جميع المعلومات والضبط ديالها، النقاط المحصل عليها في السنوات الدراسه الجامعيه بالميزه بتاريخ حصول على الشهاده بجميع الامور اللي مطلوبه بالمعلومات والبيانات الشخصيه من جهه اخرى، تتم عمليه المصادقه. اذا المترشح اكد صحه المعلومات الموارده في الموقع، كنتموا العمليه الثالثه اللي هي ايداع ملفات ترشيح يرفق جميع الوثائق اللي هي مطلوبه، يرفقها كمرفقات في هذا الموقع هذا، باش كتكون رهنا اشاره للجنه الاقليميه او اللجان اللي كتكلف بالمصادقه على هاد الطلبات. يعني ما نقدروش نقولوا حنا هذا مقصي او هذا مقبول، حنا جميع المترشحين اللي دخلوا للمنصه فهم مقبولون لاجتياز هذه المباراه، غادي يخضعوا فقط لهذ العوامل ديال الترتيب ديالهم بناء على التمييز الاكاديمي في البكالوريا. بعض الاشكالات كذلك نستغل النهار الفرص هذه الا سمحتوا، بعض الاشكالات اللي كيطرحوها بعض الاخوان كتصادفون في الموقع كنتفاعلوا معها حنا. ايداع الملفات، عند رفع الملفات كاين واحد البطونه في الاسفل، واحد الزر اللي خص ضروري يضغط عليه المترشح لاتمام العمليه اللي هو ايداع الملف. اذا هادي ملي كنديروا ايداع الملف عاد داك الساعات كيكون الوثائق اللي رفعتيها اصبحت رهن اشارات المسؤولين على العمليات المتبقيه. حنا في جميع الاحوال كيف ما قلت لكم في البدايه نواكب هذه العمليه بالهواتف، بمجموعه طاقم كبير اللي خدام على هذه العمليه هذه باش تمر وباش نتلو الصعوبات التقنيه اللي كتعترض بعض الاخوان في هذا المجال. ونتمنى التوفيق للجميع، نعاود ناكد لك السي مراد جميع الاخوان عندهم الحظوظ الكافيه في هذه المباراه ان شاء الله. خلال 10 او 20 سنه الاخيره الكل يشتكي من سوء احوال المنظومه التربويه، ولكن يعني اول مبادره، ما نقولش اول مبادره، ولكن مع هذه المبادره النوعيه لوزاره التربيه الوطنيه ربما حصل تحرك عكسي في الشارع، الكل يعني ينتقد الشروط الجديده، ربما هذا غير مفهوم، ولكن اللي ربما يعني نشيروا له هو اللي عنده اهميه كبرى، هو انه مثلا حنا الا بغينا وليداتنا يمشيو للطب كيفرضوا عليهم مجموعه من الشروط، والا بغينا تعجيزيه كتكون فعلا تعجيزيه، ويمشيو للهندسه كذلك مجموعه من المعاهد ما كنولجوها الا بواحد الشروط تعجيزيه كبيره ونقاط جد مرتفعه. ولكن مهنه التعليم اللي كتعد لنا هاد الاطباء وهاد المهندسين لا ما خصناش نوضعوا فيها هاد الشروط، واش ما كتشوفيش معايا السيده المديره بان هناك واحد النوع من المفارقه يعني ربما غير مفهومه، وما كاينش واحد التواصل يعني اللي شرح يعني هاد الامور حتى ان الشارع يهدأ. راه بغينا نديرو شروط باش التعليم يولي له المكانه ديالو اللي يستحق. وها علاش التعليم كراهن عليه كترهن عليه الامه كامله،
وهي قضية وطنية أولى بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، فهي متواجدة في جميع البيوت. يعني لما كانش تلميذ كتلقاه أستاذ كتلقاه، يعني هذا هو علاش يتم التركيز على هذا القطاع بواحد الشكل كبير. بالنسبة للعملية ديال الانتقاء، فهي يعني هاد الشروط أو مجموعة من شروط أخرى ربما أكثر يعني صرامة في مجموعة ديال القطاعات. بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، كيف قلنا هو كيتواجد في جميع البيوت المغربية، إذا علاش كيكون هو محط حديث يعني لجميع الفعاليات اللي كاينة في المجتمع؟ احنا بغينا تلميذ متميز. بالنسبة للمؤسسة التعليمية ديالنا، بغينا طبيب متميز، بغينا مهندس متميز، ولكن باش نوصلوا لهاد المرحلة كيخص يكون عندنا أستاذ متميز، إذا حامل الرسالة. ليست المشكل أن التعليم كيشوفوا فيه أنها مهنة فقط، ليست مهنة فقط، هي رسالة، هي رسالة إلى عدناها، يعني إلى خدمناها مزيان كتولي عندنا مجتمع أو كتولي عندنا أجيال متميزة أيضا. إذا هذه كانت مجموعة ديال التوصيات، الآن بدأ التنفيذ ديالها. التعليم كذلك كان كيخضع واحد العملية الانتقاء اللي كانت يعني فيها واحد دقة كبيرة، وما يتعلق بالمواد كذلك، ما يتعلق بالنقط اللي كانت في المواد معينة، لأنه في واحد الوقت كان انتقاء للأستاذ لمادة معينة، كانوا كيشوفوا حتى يعني النقط اللي جاب في ديك المادة، يعني بغض النظر على الميزة اللي كانت عامة، كان يعني كيتراقب حتى ديك المادة شحال كان جايب فيها. يعني هاد الأمور هذه في الحقيقة أعطتنا مجموعة ديال الأجيال اللي نتوما منها وحنا منها. كذلك بغينا نرجعوا المنظومة، ومن بين الشروط إن دابا حنا في واحد المنافسة عالمية، ماشي منافسة غير داخل الوطن، هي منافسة حتى باش نصحوا هاد الصورة حتى بالنسبة للعالم، من غير يعني من غيرنا حنا، باش نرجعوا لديك القيمة للتعليم. كنتكلموا على الرتبة 60، رتبة 60 كتطلب منا مجموعة الشروط، بيت الشروط هي مورد بشري، خص مورد بشري يكون في يعني في المنظومة، يعني عنده واحد القوة كبيرة، لأن على أساسها من بعد غنبقاو نحصدوا النتائج. هذا اللقاء هذا غادي نشوفوه منا 10 سنوات، غادي نبقاو نقولوا صحيح هذاك الشيء اللي دار 10 سنين راه دابا كنحصدوا النتائج ديالو. دابا ما غاديش يبان لينا، ولكن غادي يبان من بعد هذه النتيجة هذه، فاش كتكون مؤسسة تعليمية فيها أطر يعني عندهم كفاءات عالية، والتعليم خصو يجي شي واحد اللي باغي هذه الرسالة. لذلك تلقاو رسالة تحفيز يشرح فيها الشروط علاش اختار هذه المهنة، ليس فقط لأنه ما عندوش يعني عمل باش كنجي التعليم، لا، حنا بغينا نجيو يجي شي واحد اللي فعلا فاهم شنو هو الرسالة ديال التعليم، ماشي فقط لأنها مهنة، وإنما هي كتجمع فيها جوج، كتجمع فيها يعني ما هو مهنة، وكتجمع فيه ما هو رسالة اللي غادي تبنى لنا الأجيال القادمة إن شاء الله.